شعبان لساتك واقف هون؟ صار لك من الصبح واقف، ما تعبت من الوقفة؟ وإذا وقفت حتى تقوم يا قيامي، شو رح تستفيد يعني؟ هاجر مو هون، بعدين اللي بيشوفك بهالهيئة بيفكرك مجنون. لك عم بحكي معك رد علي. ليك ولا بيرد، ونحفان كمان. شو مقضرب عن الأكل يعني؟ بكرة بتفطس وبيحسبوك أهلك علينا رجال. زعلت مني؟ عم أمزح معك، بس اللي بيعمل عملتك لازم يتحمل مزح ومسخرة كمان. بس أنا ما رح أعمل مثلك، رح أروح أجيب لك كرسي تقعد عليه.